يا اخي ما ممكن ما ممكن يا اخي، بيتنا ما نفتح فيه كل يوم جايب لنا مجموعه داخله ومجموعه مارقه يا اخي. يا صبري يا اخي، ده المهري يا اخي، امشوا وين، ما لازم يجوني هنا يا اخي. امشوا بحال امشوا، انا مالي بهم يا اخي. يا اخي البيت ده كرهته انا، زهقت منه. معلش اصبري معانا شويه، اصبري يا اخي. انا كملت الصبر، الصبر كمل. بعدين خلينا العيان، خلينا المكسر، خلينا العميان، جايب لي مريض نفسي يا علي؟ مريض نفسي عزه، المريض النفسي ده بيتعالج. اصبري معانا بس ستي كده، احتمال يكونوا محتاجين لحاجه، نمشوفهم. امشي، ما عرفنا ذاته ده بيت ولا مستشفى ده. يا زول ما تنوم، يا زول يا زول ما سهرت انا يا زول، سهرت مين يا زول؟ لا ما انا كنت مجنون، هو قاعد تعرف لنا مخاف من الظلم والله. اشتري كهرباء ينقطع، اشتري كهرباء ينقطع، اقدر انام يا زول؟ انت عارف انا عندي مشكله نفسيه مع الظلام. يا زول خد راسك، ده لسه صباح ودك الدكتور فاضل يا اخي. يا زول فاضل غرفه معنا لغايه النور مولع هناك. انا لا لا انا لازم بترمش كدي، انا ما برمش كدي، انا برمش نص نص كدي بس، اصلا بصير نهايه لانه الظلام ده اصلا شفته هناك. هذا ما قلت لك معنا يا اخي، قلت لك هناك في البلد ترى شايل بطاريتي ولما تجي لي الناس عارفيني، لكن هنا هسع كامل ينقطع. هذا انا طيل وين يا اخي، الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف؟ ان شاء الله طيب. هل على العشيه تداي عليك حاجه؟ طيب انت ما ابغاك تنوم ولا؟ انا ما انا عرفت انك انطفت، انا مشكلتي مشكله كبيره والله. اصلا عندي مشكله نفسيه. انا مريض نفسي صراحه، انا مريض نفسي، عندي مشكله مع الظلام. لا مشكله. شفت اللي قضينا معك؟ انا كاتب نص كله كله. يا ده ما في حاجه كده، خط الرحمن في قلبك ونوم، ما في عوجه. نوم وين؟ اخذوا راحتكم، هاي اخذوا راحتكم. السلام عليكم. الله يسلمك. قال لك متقطع يا اخي، نقوم يا. زين هاي زين هاي، المهم لغايه النور مولع. أبد هلال هلال هلال، هم انا فيك يا اخي، فيك فيك. قلت لك هلال، انا عارف الكلام ده بيحصل يا اخي. يا ما قطع، انا ما قلت لك، وانا عندي مشكله نفسيه، انت عارفين اني مريض نفسي، يعني يجي الظلام تقطع الكهرباء كيف يعني؟ ما كنت بتقطع. لا لا صح، الكهرباء دي اصلا تقطع سالي، بتجي راجعه. هي صح جاء سريع، لكن كمان يعني كون تقطع دي مشكله عندنا مع مريض نفسي. احنا هنا ما عندنا لا سخانه لا ظلام، احنا هنا عندنا انفيرتر. دي حبوب ولا هنا؟ والله ما عارف. الانفيرتر دي شنو؟ يعني تخزين بتاع كهرباء. يا سلام. عندكم جهاز بخزن الكهرباء كمان؟ من الكهرباء العامة طوال. عشان طيب كده مريح علينا من زمان. هو كان الكهرباء ما جت ثلاثة يوم. عندنا وحدة مركزية حق الطاقة الشمسية. طاقة شمسية منزلية. تخزن من الشمس؟ أيوه. الله ينعز الجهاز. أها قول يعني، قول يعني جات غيمة، أصل الشمس جبت تمرق. المولد قاعد. جنريتر. عندكم جنريتر؟ بتمرق طوالي. احنا نزل الجهاز. أنت بنت الحياة دي بتجيبها من وين؟ من الخندقاوي. ها؟ الخندقاوي. يا سلام. زمان كنا تعبانين تعب، بنرسل الولد بالموتر الجي ان الامير. أيوه. امشي حته بعيده يجيب الكهرباء ويجي. لكن الخندقاوي الله يدي العافيه وفر لنا اي حاجه في بيتنا. وجينا الامير ده من وين؟ من الخندقاوي برضه، وهو الوكيل الحصري بتاعه. يا سلام. والله يا سلام الخندقاوي ده ما خلى شتاء، ما قصر والله. جايهم 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 حاجتها. هي شركه كبيره بالمناسبه. ايوه وريهم. اسمها الخندقاوي المتميزه المحدوده. لا حلاش والله فعلا متميزه، والله ده تميز يعني، كون انه كهربتك ما تقطع كله كله وفي بدائل والله، وكمان حتى المراجل ما قصر يعني، زي موترين لا محلك عنده. أيوة. اي حاجه كمان وريهم في المزرعه حقتنا. آه. برضه المزرعه، برضه في المزرعه هناك برضه عندنا طاقه شمسيه، بتولد برضه طاقه كهربائيه. بشغل لنا البابور مرتاحين، لا كهرباء قطعت لا كهرباء جات. يا جولة والله والله فعلا ما قصر، والله والله ما قصر معاكم انت. يلا يا اخوان ارتاحوا ارقدوا نوم. هاي لا بعد نرتاح تمام، مشي له هم. هاي لا ما في هم والله، عشان صبحت في الدكتور. هاي ان شاء الله. السلام عليكم. الله يسلمك. زين زين زين، طيب انا زين جاهزين انت؟ طيب خلينا ما قصر، قال لك الكهرباء تقطع يخزنوا، يطلعوا التخزين، المخزنين عايز يشتغل. قطعت المخزن الطاقه الشمسيه، قطعت الشمسيه الجنريتر يشتغل. خلاص اقول لك كلام، ارقد عشان الصباح اودك الدكتور، يدك حبا ولا يدك حبة ولا يسوي لك سجن رمى. لا انا بعد ده برقد، بعد ده الصبر ارقد قفا. دكتور رمى دكتور مالك انت؟ ليه هنا؟ ما عينك دي قلت ما بتلاقي كله كله الضلال. اه اديني حباب ولا اديني دواء يعني؟ هاي. لا لا اخوي دكتورك ده خلنا انا ماشيله، بوديك للدكتور اللي بعرفه انه بعدها عرفت علاجي. هاي زمان ما نمت، الليله بنام مرتاح ما في قطع. نوم نوم. هاي زول.
يا يا عبير يا يا اخي تعال يا زول. عاد مالك انت هذا التوج قلت له دكتور؟ اي انا دكتور هنا ده يا اختي، محل تجاري محل الخندقاوي دي. ما انا عارف الخندقاوي ده ذاته الدكتور ذاته. تعال نوريك. تعال ان شاء الله علاجك لقيته. انا علاجي لقيت التب والخندقاوي المتميزه للزبون متحيزه. يلا يا فضيل احكي لنا قصه من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملا